في هذا على أي سؤال تاني؟ شو في سؤال؟ في واحد بسأل أخونا أنه بيعة المهدي أكيد أنها لازم تكون في موسم حج. هذا السؤال جاوبنا عليه أكثر من مرة، وقلنا أنه الحج يعني ليس بالضرورة أنه بيعة المهدي تكون في موسم حج. ونذكر إخوان بالنسبة لموسم الحج اللي مرى، يعني إحنا لسه في موجودين في آخر أيام الحج، ولكن والحمد لله لغاية الآن يعني كل الأمور مرأت على خير. منذكر في الرؤية اللي تكلمنا عنها، قلنا أنه في الرؤية في موسم الحج اللي كان معقود ولا زال معقود، يعني حزب الشيطان كان يعتقد انه ايش سيظهر المهدي في هذا الموسم. هون اخوان يعني احنا بس نوضح توضيح لهذا الامر، يعني وصلتنا معلومات من جهات اخرى ورؤى اخرى بتكمل الصورة، نكملها قليلا. فنقول انه حزب الشيطان كان مخطط، كان يخطط ان تتم فعلا بيعة شخص على انه المهدي في هذا الموسم. اي نعم، فهذا التخطيط والحمد لله يعني فشل ولله الحمد. والشخص اللي كانوا مخططين انهم يبيعونه كان باكستاني الجنسية، ولكن لم تتم البيعة ولم يتحقق هدف الشيطان. وكان المفروض انه كجزء من بيعة هذا الشخص انه يتم تقديم قرابين بشرية من الحجاج، ولكن لأن المخطط كله فشل فالجزء الثاني من المخطط فشل. ونقول الحمد لله ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية فيما تبقى من هذا الموسم، ولكن الحمد لله. هلأ إنه يظهر المهدي في موسم الحج ليس بشرط، يعني هناك ما يشير إنه قد أو إنه ظهوره قد يكون في محرم، يعني مش بذي الحجة إنما في محرم في فترة من الوقت بعد موسم الحج. عشان هيك لا يشترط، يعني قد يكون في موسم الحج وقد يكون في وقت آخر، فهي كلها ما فيها شيء صحيح يمكن أن نعتمد عليه بالكلية ونقول إنه وقت ظهور المهدي هو كذا وكذا. وهذا أيضا إخواني من قبيل التدبير الرباني لحماية المهدي. أما سنة ظهوره إخواني، يعني إحنا تكلمنا من بداية دروسنا وقلنا إنه إحنا نعتقد إنه بين سنة 2017 و2019، يعني لا يشترط في هذا العام ولا يشترط حتى في العام المقبل، قد يكون في 2019. وأيضا حتى لما نقول 2017 و2019 ده ما شو بنقول؟ والله أعلم. يعني إحنا بنعتمد على رؤى، بنعتمد على حسابات قرآنية وعلى أحاديث نبوية وعلى خارطة موجودة تحدث أمامنا في هذه الدنيا، ولكن قد نخطئ تفصيلها أو تفسيرها أو رؤيتها على حقيقتها الكاملة أو فهمها الفهم الصحيح، يعني قد نكون مخطئين. يعني احنا دائما نقول والله أعلم، مع أنه احنا قلنا بين 2017 ل 2019، إلا أنه منضيف بناتها بقوس بين قوسين بكلمات كبيرة بالبند العريض شو منقول؟ والله أعلم. فالرؤى وحتى البيان القرآني إنما هو ظني وليس قطعي. لو كان التفسير لآيات القرآن الكريم من الرسول عليه الصلاة والسلام توقفنا خلص، ولكن التأويل من مفسر للقرآن إنما يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، وأيضا تأويل الرؤى يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. لو كان في خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام صريح شو منقول؟ انتهى الموضوع. يعني الخبر الصريح من الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في هذه الكلمات: المهدي بينكم فأكثروا التسبيح. ما قال متى سيظهر، ولكن قال المهدي بينكم. هذه الكلمات يعني إذا إحنا قلنا المهدي بينكم، لو افترضنا إنه معناها ولد، معناها ولد وهو بده يبين على سن الأربعين، شو بتحتمل؟ تحتمل إنها تموت لحد 40 سنة مش أكتر، لأنه إحنا بدنا نشوف على سن الأربعين، وهذا الحكي قديش صار فيه له تقريبا 3 سنين. فإحنا بنتكلم من 2017 ل 2019 حسب حدود قال الله وقال الرسول وما نراه ومن الرؤى، ولكن دائما
يعني نقول والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.